هذا بجاوبكم عليه. اولا قال له بغيت عن نفسك تتونس وتسري، وبغيت على الجمال الزين اضطري، في ناظر حبيبك سالم المري. اليوم معنا ابو عبد الله، الله يسعده، هذا الجميل الرائع ما شاء الله تبارك الله. اسال الله عز وجل ان يبارك له في دنياه وفي اخرته وفي ماله وولده، واسال الله ان يسعده في الدنيا والاخره. حيا الله ابو عبد الله. امين. الله يبقيك طول عمرك يا ابو عبد المحسن، نورنا اليوم يا حبيبي بوجودك. طبعا نور نورك يا حلا. لبى عينك لبى قلبك. ابو عبد الله في سؤال حير الجميع، يقول راينا ابو عبد الله في شماغ دائم اليوم غتره، وش القصه؟ منوع ما بالتنويع. قال له بغيت الجو البديع وفي حياتك ما تضيع، فعليك ببعض تنويع. التنويع. يا سلام يا سلام، الله يحييك ابو عبد الله، منورنا اليوم يا حبيبي وجودك. الله يبارك فيك. ايضا حبيبنا مقبل المقبل الزعيم الجميل، الصوت الجميل ما شاء الله تبارك الله. حيا الله ابو عبد الكريم. هلا والله. هلا ابو لبى عينك لبى قلبك. الله يسعدك. لبى ابو صالح. يا مرحبا يا مسهلا. صوت عنيزه احمد القرعاوي، هذا الجميل الرائع ما شاء الله تبارك الله. ابو حسيني. هلا والله ابو حسيني. ابو حسيني بعد قلبي بعد عيني. وحده لا ثنتيني. ثنتين كلني ابو حسيني. هلا والله ابو محمد. يا مرحبا يا مسهلا. يا هلا والله وسهلا. والحقيقه ان احييت البرنامج. لبى عينك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمهم. ونعزيك في اخو زوجتك خال العيال، اسال الله ان يغفر له ويرحمه. الله يرحمه. اسال الله ان يرفع درجاته في علية. اللهم امين. ابو حسيني كان في اليومين الماضيات عنده العزة، فسمحنا له يروح، ولا احنا ما نستغني عنه. الله يطول عمره. ما يستغني عنها. يقول 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 يصير القلب مثل الغارم لا غاب عن الاكارم. والله ابو حسين الله يسعده. حيا الله ابو حسان. الله يا مرحبا. يلا ابو عبد سعيد بن ثابت، راعي شوحط، راعي ابها، الجمال وحلاوه الكلمه وحلاوه الابتسامه، لا في تدبر ولا في شيء ولا في، ما شاء الله تبارك الله. صلى الله عليه وسلم. ابو عبد المحسن الزملاء والمشاهدين الكرام. الله يبارك فيك ويسعد. حيا الله بن سحمان. الله يبقيك. يا مرحبا ويا مسهلا. جزاك خير ويعيننا وياكم على كل خير، ولبى قلبك ولب اخويانا كلهم. حلو لبى قلبك. جزاك لي مليانه ذي. والله يجمل حالكم. اي والله. ويسعدني وجودي معكم طال عمرك في البرنامج الطيب. والله والله وجودك سعاده لنا. الله يسعدك. اي والله سعاده لنا. حيا الله دكتورنا الغالي الشيخ ابراهيم الاحمد. ابو عبد العزيز يا مرحبا ويا مسهلا، منورنا يا حبيبي. يا هلا والله. لقد اضويت على البرنامج جمالا ودلالا وروعه وابداعا وامتاعا. كلكم خير وبركه. الله يسعدك. الله ابو عبد العزيز يقترح اقتراح ابشاوركم فيه، الجمهور اشاور الجمهور فيه. يقول ابو عبد العزيز انا يا جماعه الخير، يقول خل اصمت جوالي بس علشان ما على مقال. يقول ابو عبد العزيز اني ودي اقدم للجمهور شيء يخدمهم. قلت بيض الله وجهك، ترى على فكره الشيء ذا يقدم بفلوس. ابو عبد العزيز يقول انا بقدمه لله. فنبغى لنا كذا خمس دقائق ست دقائق شيء في امور التدريب اطرحها للناس. فانا اشاوركم الان، هل ترغبون الى من اخذنا لنا وقت كذا نخصص لابو عبد العزيز خمس دقائق يعطينا شيء يفيدنا فيه ولا لا؟ ايه ولا لا؟ اعطوني رايكم في الهاشتاج، وبناء عليه ترى يبا اثبتها ولا اشيلها مره واحده. خلاص كذا ابو عبد العزيز كويسين؟ فقره لبى عينك. حيا الله ابو عبد العزيز. ابو عبد العزيز الكبير والصغير. ابو عبد العزيز الصغير. الصغير هذا الكبير. ترى احنا عاد مقياسنا الكبر بالعقل. اي نعم. هاي نقول كبير كبير العقل، العمر ما نلتفت له. صار من الكبير. الكبير. الله يحييكم جميعا ويسعدكم ويبارك فيكم يا ربي. يلا. انا الحقيقه عشان نكسب الوقت اليوم ناويين، ترى ناويين نوايا حلوه 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 حلوه. فخلونا نبدا.